الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزملاء السلام ومرحبا بجميع من التحق بقناة ديبا بيباتو. مشاهدة طيبة للجميع ودمتم أوفياء لقناتي. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس ليصلكم كل جديد. حبيباتي، إذا اليوم حندير معاكم هذه التحلية البنينة والهيلة والاقتصادية اللي تجي ما تقهمش وبمكونات بسيطة متواجدة في كل بيت، ديروها لأفراد عائلتكم وحتى لضيوفكم في سهراتكم، تجي ولا أروع تحمر وجهكم. إذا حبيباتي، قبل ما نبداو في هذه التحلية تاعنا الرائعة والبنينة وسهلة التحضير، فضلا وليس أمرا دعموا القناة، تاعي بجيم كومنتار والاشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. وبالنسبة اللي جربوا وصفاتي حطوهم في الجروب تاعي شغل فيسبوك لو موند بيباتو. بلا ما ننسى نقولكم فضلا وليس أمرا تعيشوا ديروا أبونيو في القناة تاعي باش تكبر وتشجعوني نواصل معكم بفيديوهاتي ووصفاتي. إذا حبيباتي ما نطولش عليكم ويلا نبدأ في المقادير وطريقة التحضير. شاهدوا الفيديو للأخير وما تبعدوش. حبيباتي، بالنسبه للمقادير واش نحتاج؟ 4 مغارف تاع ماكله كريم شونتيي، نص كاس حليب يكون بارد، قهوه تحبوا نيسكافي تحبوا قهوه بريس برك تكون دافيه، تيات لي بودوار او اصابع السكر البقرباشه، وعندي ديكو جيل شوكولا او استعملوا اي نوع ديكو جيل كراميل ولا تعوضوه بالباتا تارتيني او شوكولاته الطلي. اذا هذا هو لو ديسير تاعنا وهذو هما المكونات اللي نحتاجوهم. بسم الله، في ان ريسيبيون ندير لا شونتي وندير الحليب تاعي اللي يكون بارد، نعاود ناكد يكون بارد لانه لو كان ما يكونش بارد ما تطلعش لا كريم شونتي تاعكم. اذا تحبوها تجي بزاف حكمه روحها تاع زيدو فلاشونتي على الحليب. اذا تحبوها كيما انايا ديروا المقادير اللي درتهم هنا. بسم الله نديرها. فوالا، بعد ما خلطتها هكذايا طلعت السيبون، ضربتها بالباتور. دوكا هنايا نخدم النورمال، تحبوا ديروها في التلاجة تحبوا باش تحكم روحها، سينو ديروا كيما انايا تخدموا ديريكتومون لي فيرين تاعكم سور بلاس. هنايا بوغ لي بودوار انا كنت رايحه ندير قيس الفيرين كامل ومن بعد قلت ما يجيش شباب، الو قسمتهم على 2 اللي ما عندهمش اصابع السكر هادو يقدروا يعوضوهم بالبسكوي، مي يجوا بلي بودوار خير باسكو يجوا واقفين توقفوهم ويجوا شابين في لي فيغين تاعكم. بالنسبه للحجم تاع لي فيغين خيروا الحجم اللي تحبوه. دوكا كيما انايا نحب الكافي او القهوه، نحب جادور لو كافي بشوكولا، تقدروا ديروا كيما انا، سينو اللي ما يحبوش القهوه يقدروا يعوضوه بالحليب او بالقهوه حليب. فوالا، وهكذا ديروهم تغمسوهم مليح في هاد القهوة الكحلة اللي تكون تياد دافية ماشي باردة باش يتغمسو باش يتشربو مليح، ونستفوهم توقفوهم هكذا تبعدوهم شوية كيما نايا. شوفو درت 4 في كل فيغين، وندير لاكخيم تاعي شونتيي حتى نغطي كامل هادوك لي بودوار او الاصابع. فوالا، نبدا ندير فيهم حتى نغطيهم كامل. هاد لو ديسير هذا ما يهمش، زعما تقولوش تاكلوا منه زوج دو كويار و سي بون، نو، وما يجيش كامل حلو فريمون، بزاف ما يجيش حلو فريمون بزاف، ويجي بزاف بنين فرانشمون، تاكلوا وتزيدوا. هنا قاعده نسقم في السطح، قاعده نسوي في السطح، وانا خدات لي واحد 2 دو طون، خلاص سي بون حكمت روحها. وهنا حكمت اون كويارا كافي او ملعقه قهوه حليب، نديرها في الفيرين هكذا ونقعد نمشي فيها. شوفوا لا فاصون هكذا ونقعد نمشي فيها بلا كويار بالمغرفه.
اذا ما عندكمش ديكو جيل استعملوا شوكولاتة الطلي، لكن بالديكو جيل تجيب بزاف بنينة خير. ما بالنسبة للبنات ولا النساء اللي ما يعرفوش كيفاش يستعملوه، عطيت لكم طريقة كيفاش تستعملوا الديكو جيل تاعكم اللي محاصلين عندهم في الدار وما على بالهمش. وهنا نجوز بالكيوردون هكذا باش ندير شكل الشباب من الفوق، فوالا يجي شغل مغبغي، ونديرو يبرد. انا هذا درتو على 6 تاع العشيه وفي السهره كليناه. هذا هو لو ديسير تاعي حبيباتي. شوفوا كيفاش جا، ما شاء الله تبارك الرحمن. نتمنى ان شاء الله انه الوصفه تكون نالت اعجابكم ورضاكم. وبهذا لحقنا نهايه الفيديو تاعنا ونهايه الوصفه تاعنا. كما سبق وقلت لكم دعموا القناة تاعي بابوني وابوني وابوني، وبارطاجيوها مع احبابكم عائلتكم صحابكم الناس اللي تحبوهم ويحبوكم. واللي جربوا وصفاتي ما تنسوش تحطوهم في الجروب تاعي على الفيسبوك لو موند دو بيبا بيباتو. اذا حبيباتي ما بقى لي غير نقول لكم ربي يلاقينا في ساعة الخير. تهلاو في صحيحتكم والديكم وليداتكم الناس اللي يحبوكم وتحبوهم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.